مع عمو يزيد. شكرا 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 شكرا. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. انتم يا اطفال واصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجوا يحضروا معنا كما جيتوا انتم حضرتوا بالمشاركه عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا شوية على الصبر باش تجوا تحضروا معنا لأن التسجيلات كثيرة. يا أطفال في هذه الفترة هذه يوم 20 جوان كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للاجئين. أبيكم يا أطفال في العالم كاين ناس ما عندهمش مأوى من جراء الحروب، لما تكون حروب وكامل كاين لاجئين، ناس ما يخرجوا من ديورهم وكامل ويهربوا من الحرب وكامل ومعهم أطفال. إذن احنا نتوقفوا في هذا اليوم هذا باش نتكلموا على هذه الفئه هذه باش ربي يخفف عليهم ويرجعوا كامل الوطن تاعهم وكامل الناس ترجع للوطن تاعها. يا اخي اطفال حبيت اليوم نتكلموا على العطله المدرسيه. تحبوا العطله؟ نعم. بصح تحبوا الدراسه ثاني؟ نعم. اوكي. إذن من بعد عندي مفاجاه لكم للعطله الدراسيه، نطرح عليكم لغز. إذن اللغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه وإذا رأيته لا تسمعه؟ ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه ولكن إذا رأيته لا تسمعه؟ معلش فكروا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمو يزيد بوكم بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. يا أطفال حبيت نروحوا أنا وياكم نروحوا نكتشفوا شخصية مرموقة في الكفاح المسلح الجزائري، هي فضيلة سعدان. اليوم نروح نشوفوها مع نور الهدى. تفضلي نور الهدى، تفضلوا. تفيقة 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 يا نور الهدى، تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الشهيدة فضيلة سعدان. ولدت يوم 10 أبريل 1938 بمدينة قصر البخاري ولاية المدية، وترعرعت وسط عائلة محافظة متدينة، حيث كان والدها يمارس مهنة التعليم بمدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. بعد سنتين من ميلادها توفي أبوها حيث انتقلت إلى الحروش قرب قسنطينة. ونظرا لشعورها الفياض بالروح الوطنية شاركت مشاركة فعالة في التهيئة والإعداد لإدراب الطلبة الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني سنة 1956. فاعتقلت وأودعت سجن الكودية في شهر نوفمبر من نفس السنة 1956 الذي قضت به 8 أشهر، وقد تكفلت جبهة التحرير بالدفاع عنها، وتمكن المحامي من الحصول على إذن بتمكينها من الحصول على الكتب اللازمة لمتابعة دراستها. وبعد خروجها من السجن سافرت إلى فرنسا سنة 1957 لإتمام دراستها لدى أقرباء لها، وقد تحصلت على شهادة البكالوريا بجدارة إذ كانت الأولى على مستوى دائرتها، الأمر الذي دفع الصحافة الفرنسية للحديث عنها. لما علمت فضيلة باختفاء شقيقتها عادت إلى أرض الوطن في شهر جوان 1958. التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني في شهر جوان 1958، فكان دورها النضالي فعال مما أهلها للقيام بمهمة الاتصال بمجاهدين في قسنطينة وخارجها، وتفرغت للأعمال الفدائية. في الأسبوع الثاني من شهر جوان 1960 ونتيجة لوشايا تمكن العدو من تحديد أماكن بعض الفدائيين والقضاء على المجموعة الأولى في باب القنطرة. بعدها في 17 جوان 1960 حوصلت فضيلة سعدان مع مجموعتها، وبعد معركة بطولية عجزت فيها القوات الاستعمارية الفرنسية من القضاء عليهم، فاضطرت إلى نصف المنزل الذي كانوا فيه لتسقط فضيلة سعدان شهيدة النضال مع كل مجموعتها رحمة. شكرا شكرا هدى، شكرا 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 هدى، شكرا. إذن يا أطفال المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ضحوا بالنفس والنفيس باش الجزائر تبقى حرة مستقلة. يا أخي
إذا ترحموا عليهم في كل فرصة. تحبوا العطلة؟ عمو يزيد راح يغني لكم أغنية نقول فيها: بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. يلا معك. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة، نمضي أوقاتا سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبا، لا أمضيه لهوا اللعبا. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. برافو 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 برافو. إذا بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. إذا يا أطفال، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهو اللعبة. تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروح مع أمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. تفضل أمو سليم. ثقة أمو سليم، ثقة. تفضل تفضل.
برافو 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 أمو سليم، تصفيقة تصفيقة على أمو سليم. برافو برافو يا أطفال، تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية المنديل السحري، يلا معايا. إذن يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية المنديل السحري. واحد النهار كان واحد الفلاح، هذاك الفلاح كانت عنده أرض، في واحد السنة قاسهم الجفاف، الجفاف كل الأرض الأرض تفلقت كلها، يعني حتى المحصول ما كانش، جفت كل شيء جف، ما كانش الأمطار. وهذاك الفلاح قاعد يستنى يستنى فهاد الأمطار تجي وكامل. بعد قال زوجته، قال أنا لازم نروح نسترزق من بلاصة واحدة أخرى، لأنه هذه أكثر من سنة ما جاتناش الأمطار، ما نقدرش أنا هكذا، كيف وش راح ناكلوا وش راح نتقوتوا كامل. راح يمشي يمشي يمشي، دخل واحد البلدة هكذا، شاف واحد القصر هكذا، شاف واحد القصر. ومن بعد كي دخل قالوا الحراس حبيت نقابل صاحب القصر. ومن بعد جاوا الحراس قالوا له واش حبيت، علاش حبيت تشوف السلطان والقصر تاع السلطان؟ السلطان كان في البالكون، كان في الشرفة الفوق، شافوا قالوا لهم جيبوه جيبوه، هذا واش هذا؟ دخل هكذا قالوا جيت نحوس على عمل وكامل. السلطان قالوا واش تعرف تدير؟ قالوا انا فلاح. قالوا انا فلاح؟ قالوا لا انا عندي الفلاحين عندي المزارعين. قالوا بصح نقدر نعمل اي عمل. فكر السلطان هكذا، قالوا بصح فكر هكذا، عنده واحد الصخور لازم يكسرهم. قالوا بصح شحال الاجره تاعي؟ السلطان قالوا نعطيك في الاسبوع نعطيك دينار. انطق هو، قالوا لا سيد، لا جلالة السلطان. قالوا نعطي لك فكرة. قالوا واش هي؟ قالوا انا عندي منديل. قالوا كي نكمل العمل تاعي نجيبوا هذاك المنديل ونديروه في الميزان، نحطوه في الكفة ونشوفوا شحال يوزن من دادانير، عطيهم لي. الملك قال انا هذه مليحة، هذه شحال راح يوزن المنديل؟ ما يوزنش ما با دينار من فضة. قالوا صحة. راح هذاك العامل راح يكسر الصخور في الجبل، بعتوه الجبل يكسر الصخور. كل ما يكسر الصخور كي يعرق وكامل يجبد المنديل تاعو، يمسح به العرق ديالو، عاود يخبيه، عاود يخدم 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 ويمسح العرق بهذاك المنديل. بعد النهار جا الخلاص، حق هكذا عند السلطان. قالوا كم أجرك؟ قالوا جلالة السلطان كما تفهمنا. قالوا اعطيني المنديل تاعك. قال هذا المنديل سي ما يوزن والو. خذا هذاك المنديل وحطه في الميزان. بعد قاعد يحط في الدنانير، حط الدينار الاول ما هبطتش الكفه، حط الدينار الثاني ما هبطتش الكفه، الدينار الثالث الدينار الرابع، تخلع الملك قال هذا منديل سحري هذا. ومن بعد حتى المئة دينار باش نزلت الكفه. قالوا هذا هو حقي. الملك قال له صح نعطي لك حقك، بصح واش هو السر؟ كيفاش الكفة نزلت هكذا؟ قالوا جلالة الملك، قالوا هذاك العرق ديالي، لأني عملت بالعرق نتاعي والتعب نتاعي، هذاك هو كان في المنديل، هو اللي نزل الكفة هذيك، هو اللي خلاها تسوى لأنه عرق الجبين. عمو يزيد نستخلص من الحكاية تاع اليوم أنه من جد وجد ومن صلح حسد. برافو بوبي، تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه. إذن يا أطفال، الإنسان اللي يعرق اللي يخدم بعرق جبينه يوصل، لأنه العرق سمته غالية، العرق قيمته غالية بزاف يا أخي، لازم نعمله بالعرق نتاعنا. يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ نعم. إذن من جد وجد ومن زرع حصد. الحقنا دركا الفقرة اللي نحبها أنا بزاف، هي فقرة رسائل عمو يزيد، يعني بريد عمو يزيد. بوبي شوف أصدقائنا الأطفال وش بعثوا لنا، وانتم يا أطفال تقدروا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش نقرأوا الرسائل تاعكم. شكرا بوبي، شكرا. تصفيق على بوبي، تصفيق تصفيق. الرسالة الأولى، نصري هديل 7 سنوات من مدينة قصر البخاري ولاية المدية، قلت لكم من فضلكم أريد الحضور في الحصة لأنها تعجبني كثيرا وشكرا. إذن نصري هديل
مقصر البخاري. مرحبا بك بنتي، 7 سنوات ما عليك الا تسجلي عبر موقع الانترنت وراح نكلمك ان شاء الله. الرساله المواليه. سيرين قاسمي، 5 سنوات من مدينه برج بعريريج، قالت لكم احب عمو يزيد واريد ان اتي الى الحصه والبرنامج. اذا قاسمي سيرين 5 سنوات، مرحبا بك بنتي، ما عليكم الا تسجلوا باش تحضروا معنا. الرساله المواليه. دايره عبد المجيد، 12 سنه من مدينه وهران، قال لكم الحصه جميله وترفيهيه وفي القمه. شكرا شكرا وليدي عبد المجيد، 12 سنه دايره من مدينه وهران، على هذه الرساله الجميله. الرساله المواليه. ميمون سلسبيل، 9 سنوات من مدينه الاربعاء من ولايه البليده، قالت لكم نحبكم ونحب عمو يزيد والشروق تيفي. شكرا بنتي شكرا. اذا سلسبيل ما عليك الا تسجلي باش تحضري معنا بنتي عبر موقع الانترنت. اخر رساله تاع اليوم. تسنيم بشير، 4 سنوات مدينة زموري ولاية بومرداس، قال لك حلمي أن أحضر في هذه الحصة الرائعة. إذن مرحبا بك بشير، حلمك سيتحقق إن شاء الله، وحلمنا احنا ثاني باش تجي تحضر معنا. ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. تفضل بوبي، خبينا هذه الرسائل هذو الجميلة هذو، ولحقنا دركا للركن اللي شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي. تعال وليدي تعال. واسمك وليدي؟ أنيس. واسمك؟ أنيس. وين تسكن أنيس؟ في حليمية. حليمية وين هذه؟ في ولاية ولاية بومرداس. ولاية بومرداس، الله يبارك وليدي باش يعرفوها الناس. تسلمنا عليهم كامل لا؟ كي تروح احكي لنا النكته تاعك. كانت واحد النقطة. إيه؟ كانت واحد النقطة دارت عرس. قالت للحراس دخلوا غير النقاطي. وبدا جات واحد الفصيلة قالوا لها ما تدخليش. قالت لهم علاه؟ أنا يا نقطة فيها غير شوشة. برافو برافو. تعالي بنتي. تعالي. واسمك بنتي؟ سيرين. وين تسكني سيرين؟ بولاية بومرداس. بومرداس، الله يبارك، حكينا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الخطرة واحد المشحاح تحرق الدارو، بيبا لي بومبي سناهم يعاودوا له. بيبا لي بومبي سناهم يعاودوا له، برافو برافو. تعال وليدي، أروح تعال. تعال، أقعد. واسمك وليدي؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في الرغاية. في الرغاية، الله يبارك، شحال في عمرك؟ أه. 11 يوم؟ 11 سنة. حكي لنا النكتة تاعك وليدي. واحد فاقر واحد غني. إيه؟ أي واحد هذاك الفاقر لقى مصباح سحري. قال هذاك الغني قال له إذا تبدل لي القصر تاع الأملاك تاعك ونعطيك المصباح السحري. أي من بعد قال له إيه. كي تبادلوا من بعد قال له قال تمنى هذاك الغني واحد الحاجة. قالوا هذاك اللي يخرج منه من الصباح قال له اسمح لي اخويا نسر بغلاتي. يسر بغلاتي، برافو برافو. لحقنا دركا الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه واذا رايته لا تسمعه؟ ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه واذا رايته لا تسمعه؟ شكون؟ تعال وليدي اروح اروح. واسمك وليدي؟ اروح منا. واسمك؟ ريان. وين تسكن ريان؟ في الجزائر. في الجزائر، شحال في عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين، وشو الجواب؟ طاقة نارية. طاقة نارية، لفيد ارتيفيس. لفيد ارتيفيس. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه وإذا رأيته لا تسمعه؟ إذا كنت تشوفها من بعيد راح ما تسمعهاش. طاقة نارية. برافو برافو وليدي برافو. أعطي لي الهدية تاعو الشاطر هذا.
عطيه الهدية تاعو. إذا ولدي عمو يزيد يهديك هذه الهدية متواضعة، أن شوب تشرب فيه الحليب ولا الماء إن شاء الله تستفاد به، وعمو يزيد يهديك ثلاث سيديهات اللي انتجهم عمو يزيد في هذه الثلاث سنوات من حق الطفولة معلمي، ومبروك النجاح عليكم. إذا بالتوفيق ولدي إن شاء الله تستفاد بهم بالتوفيق. اليوم عندنا عيد ميلاد زكي 11 سنة، تعال زكي، تعال ولدي، روح. إذا زكي عيد ميلاده، نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقاء إذا روح يجيبوا لنا الكاتو تاع زكي، يلا التحقوا بيا باش نغنوا له كامل، أرواحوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي دنيا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهل أمرا غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. اذا زكي 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طفينا الشمع. برافو 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 زكي، برافو زكي. اذا عمو يزيد يهديك هذه الشهاده، هذه يا زكي هي شهاده إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم يا أطفال غير تخرجوا منا كل واحد يأخذ شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى يا أخي. نعم. إذن هذه زكي تاعك، وبما أنك بعتنا 5 قسيمات على صندوق بريد 42000 استوى للجزائر العاصمة، راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تستفاد بها. وانا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.